يجي يقول لك تتكون المجرات من مجموعات من المجرات بتتكون من مجموعات من النجوم. رقم 2، تقع نقط في احدى الاذرع الحلزونيه لمجره درب التبانه. احدى الاذرع الحلزونيه يبقى على طول ديت المجموعه الشمسيه. عندي بعد كده رقم 3، يجي يقول لك يتكون النظام الشمسي من الشمس، هنقول له 8 كواكب. عندي بعد كده رقم 4، من النظريات المفسره لنشاه الكون. طالما قال لك نشاه الكون، الكون عندي ما فيش له الا نظريه واحده اللي هي نظريه الانفجار العظيم، موجوده هنا هنا النجم العابر السديم الحديثه. لا، يبقى اذا الاجابه هتبقى لا توجد اجابه صحيحه. عندي بعد كده رقم 5، يعتقد العلماء ان الكون نشأ من انفجار هائل وانه في حالة انكماش مستمر. لا، انكماش ليه تمدد؟ لا، تمدد ليه انكماش؟ لا، تمدد مستمر. هو تمدد مستمر. عندي بعد كده رقم 6، يجي يقول لك اي مما يلي يعبر عن الكون في بدايته. طبعا الكون في بدايته كان كرة غازية، يبقى احنا هنستبعد كرة صلبة كرة صلبة، يبقى ألف وب ده هنستبعدهم من الاختيارات. نيجي بقى الجيم ودال، دي كرة غازية وكرة غازية، ماشي. كرة غازية كان حجمها ضئيل جدا، مرتفعة الضغط، مرتفعة الحرارة، يبقى اذا الاجابة عندها تبقى رقم ج. طيب عندي بعد كده رقم 7، بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم اصبحت درجة الحرارة نقط مليون درجة مئوية، نقول له 10000 مليون، 10000 مليون درجة مئوية. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين في الكون نقط في المية. الهيدروجين ده بيبقى النسبة الكبيرة، يبقى 75%، أما الهيليوم كان 25%. عندي بعد كده رقم 9، طبقا لنظرية الانفجار العظيم في أنه خلال دقائق من نشأة الكون كانت النسبة بين غازي الهيدروجين والهيليوم. احنا اتفقنا أن الهيدروجين هو النسبة الكبيرة 75، والهيليوم هي النسبة الصغيرة 25. يبقى هنا النسبة 75 إلى 1. بص كده، هو انت عندك 75 إلى 25، هي نفسها لو جيت تختصرها لأبسط صورة هتديك 3 إلى 1. 3 إلى إيه؟ إلى 1. فلازم في الاختيارات يكون مديك يا إما 3 إلى 1، يا إما يديها لك بالأرقام الحقيقية اللي هي 75 إلى 25. فهنا ماشي، هو مديك إن الهيدروجين 75 بس الهيليوم هنا مختصره لأبسط صورة خلاه 1. لأ، يبقى هنا الاختيار ده هنستبعده. طب هنا 52 ده خلاص، ده من غير كلام هنستبعده. ده الهيدروجين بنسبة 3 والهيليوم بنسبة 1. هنا اختصر لي النسبة في أبسط صورة، بنسبة 3 إلى 1. ما هي 3 هنا اللي هي 75%، وواحد هنا اللي هو 25%، يبقى 3 إلى 1 دي نسبة مظبوطة، مش كده؟ يبقى هنا هنقول له الهيدروجين والهيليوم نسبته كام؟ هنقول له 3 إلى 1. طيب، وطبعا 1 إلى 3 ما تنفعش. ليه؟ لأن هو هنا جاب لك الأول الهيدروجين، الهيدروجين نسبته هي الكبيرة، ما ينفعش تبقى في الأول 1، يبقى إذا دي غلط. عندي بعد كده رقم 10، تشكلت نقط بعد مرور 3000 مليون سنة. طبعا بعد 3000 مليون سنة بدأ تشكل المجرات. بدأ تشكل ايه؟ هنقول له المجرات. عندي بعد كده رقم 11، تكونت الشمس بعد حوالي نقط مليون سنة من الانفجار العظيم. الشمس بدأت تتكون بعد 10000 مليون سنة، اللي هي تكون نجم الشمس ثم نشأت الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية. الحاجات دي تحفظها مراحل نشأة الكون دي، ما كنت ذاكرتها ارجع للدرس هتلاقيها على القناة. وما تقولش يا مستر الدرس مشروع بقاله سنة ولا اتنين، يا حبيبي المنهج ما تغيرش، المنهج زي ما هو، مفيش ولا كلمة فيه اتغيرت. فارجع ذاكر الدرس، بلاش حاجة فاضية، ارجع ذاكر الدرس وهتلاقي نفسك بتعرف تحل لوحدك ان شاء الله. ليه؟ لان كل المعلومات انا قايلها فيه. فارجع ذاكر الدرس بكل اجزاء. طيب عندي بعد كده رقم 12، بدأ ظهور الكائنات البدائية على الارض. طبعا هي ظهور الكائنات الاولية او البداية على الارض او اشكال الحياة الاولى ظهرت بعد 12000 مليون سنة. طيب فهنا بقى يبقى قبل تشكل المجرات، قبل ما المجرات تتشكل. طب ازاي الكلام ده؟ طب ما اصلا لو المجرات ما تشكلتش مش هيبقى في اصلا ارض نعيش عليها، يبقى اذا مش هيبقى في حياة، يبقى اذا دي مرفوض. بعد تكون المجموعة الشمسية، بعد ما المجموعة الشمسية اتكونت بدأ ظهور الحياة الاولى. ما هي المجموعة الشمسية دي من ضمنها كوكب الارض اللي هو كوكب الحياة اللي احنا عايشين عليه، يبقى اذا لازم يبقى بعد تكون المجموعة الشمسية. طب بعد ظهور الديناصورات، طب ما هي الديناصورات ظهرت بعد الكائنات الاولية او بعد ظهور اشكال الحياة الاولى، بعد ظهور الطيور والثدييات، يبقى اذا الكائنات البدائية الاولى خالص يبقى هنقوله بعد تكون المجموعة الشمسية اللي هي كان من ضمنها كوكب الارض اللي هو كوكب الحياة. يبقى الاجابة رقم ب. عندي بعد كده رقم 13، يجي يقول لك تعتبر نظرية نقط اقدم النظريات التي فسرت نشأة المجموعة الشمسية. اللي فسرت نشأة المجموعة الشمسية واقدم نظرية طبعا هي نظرية السديم للعالم لابلاس. طبعا زي ما اتفقنا ان النظريه ديت او البحث بتاع لابلاس ده حاز على يعني اعجاب العلماء لمده قرن من الزمان. عندي بعد كده رقم 14، تاثر لابلاس عند وضع نظريه السديم بشكل كوكب نقط في الفضاء، نقول له كوكب زحل، نتيجه الحلقات السديميه او الحلقات السحابيه اللي موجوده حواليه. عندي بعد كده رقم 15،
طبعا لنظرية لابلاس 1796، فإن المجموعة الشمسية عبارة عن كرة غازية متوهجة أطلق عليها اسم نقول له اس دي. عندي بعد كده رقم 16، طبقا لنظرية استدام العالم لابلاس، بمرور الزمن فقد استدام حرارته تدريجيا مما أدى هو فقد حرارة. طالما فقد حرارة يبقى حجمه لازم يقل، يبقى هنا هيقول له تقلص حجمه وزادت سرعة دوران حول محوره. أيوه هي الإجابة ديت، تمام. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده افترض لابلاس أن الحلقات الغازية المنفصلة من استدام تجمدت مكونة كواكب المجموعة الشمسية، ولا بردت مكونة الشمس، ولا تكثفت مكونة المجموعة الشمسية، ولا انفجرت نتيجة تفاعل. هي تجمدت، ماشي، مكونة كواكب المجموعة الشمسية، دي الحلقات الغازية. يبقى تجمدت مكونة كواكب المجموعة الشمسية، دي الحلقات الغازية. أما الكتلة الملتهبة اللي كانت في المنتصف دي اللي كونت لي الشمس، تمام. يبقى إذا الإجابة هتبقى رقم ألف. عندي بعد كده رقم 18، يجي يقول لك مصدر طاقة النجوم كالشمس هو، مصدر طاقة النجوم هي التفاعلات النووية. عندي بعد كده رقم 19، بعدما تبرد الغازات الملتهبة المندفعة نتيجة انفجار أحد النجوم، لما الغازات الملتهبة دي بتبرد اللي بيحصل؟ تبدأ أشكال الحياة الأولى في الظهور على سطحه؟ لأ. تتجمع الدقائق الغازية مكونة دقائق صلبة؟ لأ. يقل حجم النجم؟ لأ. يعود لمعان النجم إلى مكان عليه؟ أيوه، يبقى يعود النجم إلى مكان عليه من لمعان، يبقى الإجابة رقم ده. عندي بعد كده رقم 20، يقول لك افترض العالم فريد هويل أن الكواكب السيارة نشأت من برودة وانكماش السحابة الغازية المتكونة حول الشمس، ولا تكثف الخط الغازي الممتد من الشمس، ولا برودة الحلقات الغازية المنفصلة من السلم، ولا التمدد المستمر. طبعا هي إن السحابة الغازية تعرضت لعملية تبريد وانكماش، ماشي، يبقى إذا هتبقى الإجابة رقم ألف، برودة وانكماش السحابة الغازية المتكونة حول الشمس. رقم 21، يقول لك يرجع فريد هويل تحكم الشمس في مدارات الكواكب حولها إلى درجة حرارة الشمس، ولا سرعة دوران الشمس، ولا قوة جذب الشمس، ولا شدة الضوء. طبعا هي قوة جذب الشمس. عندي بعد كده رقم 22، الجهاز الذي يستخدمه الفلكيون في دراسة أطياف الشمس أو ضوء الشمس هو تلسكوب هابل؟ لا. العدسات اللاصقة؟ لا. التلسكوب الشمسي؟ أيوه هو التلسكوب الشمسي. رقم 23، معظم معلوماتنا عن الشمس مصدرها دراسة نتائج رحلات الفضاء، ولا الطيف الذري الصادر عنها، ولا تصورات الأقدمين لها، ولا الصور الملتقطة لها بواسطة تلسكوب هابل؟ طبعا معظم معلوماتنا عن الشمس بناخدها من الطيف الذري الصادر عنها، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. عندي بعد كده رقم 24، يجي يقول لك أطلق تلسكوب هابل في إبريل 1990 ليدور حول الأرض، أنسب وحدة لقياس ارتفاع التلسكوب عن سطح الأرض. طبعا هو ارتفاعه 500 كيلو متر، يبقى إذا الوحدة هنا المناسبة مين هتبقى؟ كيلو متر، يبقى هنا كيلو متر، تمام. طيب هنقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو، إن شاء الله هنكمل باقي الفيديوهات وباقي الأسئلة يعني بتاعة الدرس والدروس الجاية إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. فبفكرك تاني لو انت لسه ما اشتركتش في القناة من فضلك اشترك فيها لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان لما ارفع الفيديو الجاي يوصلك بيه اشعار. ولو انت مش عايز تشترك فيها برضو انت حر، يعني تشترك ما تشتركش انت حر. كان معكم مستر ابراهيم السيد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.